الأسلحة السعودية من الاستيراد إلى التصنيع. هل يعقل أن 2014 السعودية أكثر رابع دولة في العالم تنفق عسكريا، و2015 السعودية أكثر ثالث دولة في العالم تنفق عسكريا، وليس لدينا صناعة داخل السعودية صناعة عسكرية؟ نعم، احنا ننفق أكثر من بريطانيا، ننفق أكثر من فرنسا، وليس لدينا صناعة. في يونيو عام 2016 وعد الأمير محمد بن سلمان أن أي صفقة سلاح لن تتم دون بناء محتوى محلي ضمن برنامج التحول الوطني لرؤية 2030. في مايو 2017 أعلنت السعودية تأسيس شركة سعودية للصناعات العسكرية لتكون منصة مستدامة لتوفير منتجات عسكرية للسعودية وحلفائها مستوفية أعلى المعايير والمواصفات العالمية. وقعت شركة الصناعات العسكرية اتفاقية مع روسيا في صناعة الأسلحة. زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى موسكو شهدت توقيع اتفاقيات في قطاع الصناعات العسكرية من توريد الأسلحة النوعية الروسية، وكذلك ما فيها من التزام بتوطين تقنية وصناعة هذه المنظومات، ذلك تتويجا لجهود ودعم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وامتدادا لزياراته السابقة إلى موسكو. كما وقعت الشركة اتفاقية مع إسبانيا لمشروع توريد 5 سفن حربية بنسبة توطين تبلغ 60%. واتفاقية تأسيس مشروع مشترك مع أمريكا يهدف إلى توطين أكثر من 55% من الصيانة والإصلاح وعمرة الطائرات الحربية ذات الأجنحة الثابتة والطائرات العمودية في المملكة، بالإضافة إلى نقل تقنية دمج الأسلحة على تلك الطائرات وتوطين سلسلة الإمداد لقطع الغيار داخل السعودية. شملت الأسلحة في الاتفاقيات والتي ستحمل قريباً صنع في السعودية S-400، وهو نظام صواريخ دفاع جوي متقدم، ويستخدم في التصدي للأهداف الجوية سواء كانت طائرات أو صواريخ باليستية. نظام كورنت AM، وهو نظام صاروخي مضاد للدبابات بعيد المدى موجه بالليزر ومضاد للتشويش، ويستخدم في التصدي للأهداف الأرضية والجوية ومدى من 150 متر حتى 10,000 متر. راجمة الصواريخ TOS-1A، ومهامه قاذفة اللهب، وهي راجمة صواريخ، ومن استخداماتها توفير الدعم للمشاة والدبابات وتعطيل عربات النقل والمسلحة الخفيفة. راجمة القنابل AGS-30، ومهامها راجمة قنابل 30 ملم أوتوماتيكية فعالة في التضاريس الوعرة، ومن استخداماتها يمكن تركيبها على العربات أو يستخدم كنظام تحكم عن بعد. سلاح الكلاشينكوف AK-103، ومهامه رشاش خفيف الوزن وذخيرة بعيار 7.62 ملم.